يسار ينتظر مساندة حسن عاشور لسجاد رعد، كرة يتناقلها لاعبي فريق الكهرباء. جول للكهرباء للكهرباء للكهرباء. الزوراء الزوراء أضاع ركلة جزاء، والكهرباء يرد بقوة عن طريق الهداف للكهرباء علاء محسن. علاء محسن يسجل في مرمى الزوراء الدقيقة 57. علاء محسن يضع الكهرباء بنتيجة التقدم على حساب الزوراء. الزوراء وتحدثنا على أن الزوراء قد يندم على ضياع ركلة الجزاء، على ضياع ركلة الجزاء، وبالفعل وبالفعل تألق حيدر جمال ويأتي الدور على المهاجم علاء محسن ليتألق في هذه اللقطة بعد التمرير الرائع عن طريق محمد إبراهيم ودون مراقبة لعلاء محسن اللي يجد نفسه بمواجهة جلال حسن ويسكنها في مرمى الزوراء ليتقدم الكهرباء بهدف مقابل لا شيء مقابل لا شيء. علاء محسن وفرحة لاعبي فريق الكهرباء بهذا الهدف في مرمى الزوراء. بعد محمد رضا الرأسية عادة الوسط إلى منسى، كرة لا وجود لحالة تسلل. سجاد 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 رعد، كهرباء قريبة لمنطقة الجزاء، والثاني الثاني 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 للكهرباء. سجاد رعد سجاد رعد يسجل هدف ثاني في مرمى الزوراء، هدف ثاني أمام تخبط في خط الدفاع لفريق الزوراء، ويتحمل جلال حسن جزء من دخول هذا الهدف في مرمى. إذن ثاني الأهداف للكهرباء، ثاني الأهداف في الكهرباء، ويتلقى التحية سجاد رعد من الكادر التدريبي لفريق نادي الكهرباء. وسجاد رعد يضيف هدف ثاني في مرمى الزوراء في مرمى الزوراء. والزوراء هل يتلقى خسارة ثانية على التوالي بعد الخسارة أمام القوة الجوية، وهذه المرة أمام الكهرباء؟ لاحظ الإعادة وحالة التسلل بالفعل كانت غير موجودة، وقرار سليم كان من المساعد الثاني لحكم المباراة اللي أشار لاستمرارية اللعب، وبعد ذلك كان ممكن جلال كرة زاحفة على المرمى تمر إلى شباك مرمى الحارس جلال حسن ليسجل سجاد رعد